في هذا المساء لقاء صعب من الكرة الأرضية الجانبية عند يوسف رجب يلعبها وصلت داخل المنطقة، لكن دي سنة من السنوات وفي فترة من الفترات وكانت يعني عدى مر الله 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 عادة العمار الغامدي بالمرور، يا سلام على المرور في اللقطة الماضية، ولكن دفاعات مع سليماني بيلعبها داخل المنطقة إلى عمار الغامدي عمار، ولكن حكم اللقاء يا ربي أن عمار نادي الشباب، نعم لا يوجد شيء في اللقطة الماضية، حاول أن يتحايل على أصبحوا 6 من أمام 3 7 من أمام 3، التمريرة البينية ولكن قصيرة ومقطوعة من جانب دفاعات الشباب، التمريرة الخاطئة ماثيو، ولكن على ما يبدو هنا نعم الخطأ كان حاضر لمصلحة نادي ريل في اللقطة الماضية، نعم الخطأ كان حاضر لمصلحة اللاعب أمجد علي في اللقطة الماضية صاحب الرقم 5، ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي الشر، يبحث عن يوسف رجب ولكن وصلت إلى عمار بالكنترول خاطئ من عمار، أمجد بعد الكرة الماضية ما زالت لصهيب، انظر إلى المضايقة انظر إلى الإبعاد وذهبت بعيدا، يلا صهيب الكرة ملعوبة إلى الأمام، عمار الغامدي يبحث عن المرور ولكن من بعد الكرة الماضية أمجد على ما يبدو نعم، ولكن بعد ذلك وصلت إلى محمد المولد بتمريرة قصيرة وضعيفة، يا مولد المولد غائب تماما في شوط المباراة الأول، لم يكن حاضر بالشكل من أجل أن يقدموا ما لديهم في هذه الكرة عند صهيب يلعبها إلى الأمام، طالت لا ما طالت عادت في أولى الكرات، الله الله الغامد في اللقطة الماضية عادت من جديد الكرة الماضية عالية ساقطة، حارس الكرة ملعوبة عالية على إبعاد من الدفاعات الخطيرة على شباك محمد الحكيم، يا صهيب راح صهيب عبر مرور، اوهو لا 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 يا، ولكن ماذا أهدرت يا عبد المجيد، أهدر كرة لا تهدر، أهدر كرة لا، انظر عبد المجيد ولكن وضعها ولا وصلت إلى أمجد بيلعبها عالية حارس المرمى الشنقيطي حامد بيلعبها إلى الأمام، أمجد بعد الكرة الماضية عدي بحث عن زميل بيلعبها ساقطة إلى الأمام، ولكن أمجد بضربة راسية لا تتحايل إلى مشعل بضربة راسية، ولكن طلال حاجي كالمعتاد هو من يكسب الكرات الهوائية، هنالك صهيب في التقدم ولكن أمجد علي أبعد الكرة الماضية، أمجد ما زال يحتفظ بهذه الكرة يبحث لها عن زميل الشباب من أجل العودة من جديد لإحراز هدف التعادل، نقطة لا بأس بها الماضية مرعوبة الوان تو، يوسف رجب لو راح الكرة ما زالت، أمجد علي في المضايقة عدى يا أمجد راح يا أمجد، ولكن أمجد يقول لا ما زلت على كرة، ربما لو أتت هذه الكرة ولكن عادت إلى صهيب رجب عادت إلى محمد الحسن بتمريره، ولكن